شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه عدد كبير من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين. شهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك بوسط القاهرة كأول منظومة مشاركة درجات عامة في مصر تنفرد بها المحافظة. يأتي المشروع تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 وحرص محافظة القاهرة على توفير وسائل تنقل صحية وصديقة للبيئة. تضم المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة. تشجيعا لفكرة ركوب الدراجات كوسيلة مواصلات في العاصمة، تم افتتاح مشروع كايرو بايك في ميدان التحرير كمرحلة أولى تدخل حيز التنفيذ لتقليل الانتقال بالسيارات والحافلات العامة بالوقود، مما يسهم في تقليل الانبعاثات والحد من الكثافات المرورية في القاهرة. الهدف من المشروع أولا تخفيف حدة الزحام في وسط القاهرة ودعم المواطنين على استخدام الدراجات في تنقلاتهم بدل المواصلات العامة في وسط البلد، عشان خاطر تقليل الكثافة المرورية في المنطقة وتقليل التلوث الناتج عن عدم السيارات ونشر ثقافة الدراجات بين المواطنين عشان كل الناس تتعود انها تستخدم وسائل مواصلات صديقة للبيئة. عقب الافتتاح أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى للمشروع والتأكيد على أهمية الترويج للحلول الصديقة للبيئة لمواجهة تداعيات الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة في ظل توجه مصر نحو الحفاظ على البيئة. فكرة منظومة مشاركة الدراجات تستهدف الشباب وجميع فئات المجتمع، هي أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى مثل بطاقات مدفوعة مقدما لتتناسب مع جميع الفئات وبأسعار مخفضة. هذا ما سوف يتم توفيره الآن في منطقة وسط البلد في المرحلة الأولى والتي تشمل 26 محطة بإجمالي 250 دراجة. المشروع يتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بنظام جي بي اس موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام بتكلفة رمزية للمواطنين والطلبة والطالبات. مشروع كايرو بايك هو مشروع مكونات عبارة عن 500 عجلة، وال 500 عجلة دول الحقيقة هم ليهم 45 محطة زي المحطة اللي حضرتك شايفها خلفية الكاميرا، وبالتالي موجودين في محيط وسط البلد كله ومعانا الزمالك كمان. الهدف طبعا ان احنا نخفف الزحام شويه في وسط البلد والعربيات والعادم بتاع السيارات، ونشجع الناس ان هم تركب عجل لان هو الفيز بتاعته يعني تكاد تكون فري يعني للناس، فبنشجعهم ان هم يركبوها في وسط البلد. يمكن لسكان العاصمة وروادها استئجار الدراجات من مكان ما وترك الدراجة في مكان آخر، وسيعمل هذا النظام على تشجيع استخدام وسائل النقل صديقة البيئة وغير الآلية، وكذلك تقليل الاعتماد على وسائل النقل، ويكون بذلك نظاما صديقا للبيئة يحد من الاعتماد على السيارات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.